مساء الخير، انا اسمي اسلام محمود، والنهارده انا هجاوب على الاسئله بتاعت حضرتك، وبجاوب على اسئله البرنامج. اول اسئله كانت انا مين من اصلي. انا اسمي اسلام محمود، انا 15 سنه وعايش حياتي كلها هنا في فيينا، يعني اتولدت هنا في فيينا واتربيت هنا في فيينا. انا عندي 3 اخوات، بنتين وواحد ولد، اخويا واختي، اختي الصغيره واختي الكبيره، و هنا في 6 جنازم هنا، يعني عندكم في تانية، لا في اولى ثانوي. انا جيت في الموضوع ده ازاي، يعني ازاي جات لي الفكره للانيشيتيف اللي عملتها، يعني للمبادره اللي انا عملتها اي كوفينج ان كورونا. الفكره جات لي بالصدفه مع اصحابي، احنا كنا قاعدين مع بعض وفكرنا نساعد في وقت صعب زي كده ازاي، نساعد الناس، نساعد الدوله، نساعد كل الناس اللي نعرف نساعدهم، لو كبير لو صغير، نساعد الناس اللي ما ينفعش تنزل لوحدها دلوقتي. طبعا فكرنا، وبعد كده جات لنا الفكره اوكي نساعد الناس في الانكوفا، يعني الناس اللي ما تقدرش تنزل تعمل الانكوفا بتاعتها، لو في صيدليه، لو في سوبر ماركت، في كل مكان احنا نعمل الحاجه دي. انا استفدت ايه من المبادره، من الموضوع ده؟ طبعا استفدت نفسيا، اللي انا عرفت اللي انا ساعدت ناس من غير ما فكرت في اي حاجه زي الناس هتعرفني ولا كده، لا انا دي حاجه اللي انا بحبها في المبادره دي اللي عملتها، مش عشان جيت في التلفزيون ولا كده، لا عشان انا عملت حاجه حلوه، عملت حاجه انسانيه، وعشان كده الناس عرفتني. يعني مش الناس مش عرفتني عشان انا عملت فلوس، ولا عشان انا عملت حاجه غير كده، ولا عشان عملت شركه ولا كده، لا الناس عرفتني عشان عملت حاجه انسانيه. اوكي، السؤال الثاني، انا الاوستيا جاله اتنشرت فيها ازاي؟ الناس، انا كنت الصبح خالص الناس اتصلت عليا وقالت لي السلام عليكم يا مسرع، عامل ايه وكده، وعايزين نعمل لك في الاوستيا جاله، عايزين نعمل لك نومينيت للاوستيا جاله. انا طبعا فرحت خالص بجد كده، وقلت لبابا وقلت لماما وكله فرح اللي هتنشر في الموضوع زي كده، عشان الاوستيا جاله حاجه كبيره جدا هنا في فيينا، واللي يعني الناس اللي بتتنشر في الاوستيا جاله طبعا ناس كبيره، وانا اول مصري، يعني اول نمساوي من اصل مصر، واصغر نمساوي من اصل مصر، واصغر نمساوي من اصله اللي اتنشر في الموضوع ده في الاوستيا جاله. والاوستيا جاله ليها اكتر من 50 سنه، والنهارده اول السنه دي اول واحد 15 سنه يتنشر في الاوستيا جاله دي. يعني انا استفدت ايه من الاوستيا جاله دي؟ طبعا استفدت اللي انا كده عرفت الناس، عرفت خلت صوره جديده من مصر، مش خلت صوره جديده من مصر اللي مصر واهرام ونيل بس، لا عرفت ان في برضه ناس مصريه كتيره هنا في فيينا، واللي بتعمل حاجه جميله زي كده. اللي انا نمساوي من اصل مصر وبتكلم عربي في البيت، والناس عرفت اوكي ده يعني ولد مؤدب، ولد يعني مصري، ومصري مش بس اهرام ونيل، لا مصري حاجه من جوه، المصري بيحب يساعد. وده اللي عجبني في الموضوع ده، اللي عجبني اللي انتشرت كده، عشان الناس كده عرفتني برضو، اللي عرفتني انا مصري، مش اللي عرفتني انا محمود ولا مثلا. دلوقتي هقول لكم انا فكرت في ايه للسياحه في مصر. احنا عملنا مبادره يعني للشعب، شباب المصريه والنمساويه، اللي احنا يتعرفوا على بعض الناس، ورحنا على مكان والناس جيت عليه وتعرفوا على بعض وكده. صحابي النمساويين انا خدتهم كلهم معايا، واتعرفوا على مصر، عرفوا مصر اكتر، عرفوا مصر اللي مش اهرام بس، لا عرفوا مصر بالظبط، وعايزين نروح مصر دلوقتي. ان شاء الله نعمل كده تاني مره وثالث مره، وان شاء الله كل اسبوع، بس احنا دلوقتي لسه بنفكر في الموضوع ده ونعمله احسن ازاي. وطبعا برضو الناس الكبيره في السن اللي انا رحت لها سالوني انت ابوك ومامتك جايه منين، عشان عارفوني يعني مش نمساوي بس. قلت لهم انا نمساوي من اصل مصر، وهو ماما من مصر، وهم عارفوا برضو مصر كده، خدوا صوره جديده من مصر، قالوا احنا هنروح مصر السنه الجايه.